وإن شاء الله النهاردة خلال الدرس ده هنتكلم إزاي نقدر نحل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا، وده الجزء الثاني من الدرس الأول. خلاص احنا خدنا في الدرس الأول إزاي نقدر نحل معادلة جبريا. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن الحل البياني. أنا أستاذ، هل في فرق بين كلمة جبريا وكلمة بيانيا؟ أيوة، في فرق كبير. أول ما تسمع كلمة جبريا يعني هنا بنقصد كلمتين. إيه هما مستر الكلمتين؟ قال لي الكلمة الأولى التحليل، والكلمة الثانية مستر اللي هي مين؟ القانون العام. القانون العام. يبقى مستر كلمة جبريا تعني كلمتين، إيه هي؟ التحليل والقانون العام. طب متى مستر استخدم التحليل ومتى استخدم القانون العام؟ بستخدم التحليل يا شباب لما يديني معادلة الدرجة الثانية وتكون سهلة عليا في التحليل، في الحالة دي بستخدم التحليل. طب افرض يا مستر صعب عليا التحليل ما قدرتش احللها، قال لي في الحالة دي تلجأ الى القانون العام. طب السؤال هنا يا مستر، افرض انا يا مستر قادر احلل المعادلة بتاعت الدرجة الثانية وعاوز استخدم القانون العام، هل ده ينفع؟ ايوه ينفع، من اسمه قانون عام، يعني بيحل لي اي معادله من الدرجه الثانيه مهما كانت ايه المعادله دي. يبقى كلمه جبريا مقصود منها كلمتين، اما التحليل او القانون العام. والدرس ده انا شرحه كامل ان شاء الله، هسيب لك الشرح في صندوق الوصف. النهارده باذن الله هنتكلم عن الجزء الثاني من الدرس الاول، وهو ازاي ان انا احل معادله من الدرجه الثانيه بس بيانيا. طب ايه يا مستر المقصود بكلمه بيانيا؟ برضو كلمتين يا استاذ، ايه هما يا مستر؟ قال لي جدول، اول كلمه جدول، والكلمه الثانيه اسمها رسمه. يعني يا مستر؟ يعني اول ما اقول لك اوجد، يديك معادله واقول لك حل لي المعادله دي بيانيا، اعمل حسابك ان في المساله دي هنعمل جدول وهنعمل ايه رسمه. الجدول اللي هو كلنا طبعا عارفينه اللي هو بيكون بالشكل ده، تمام، بيكون بالشكل ده. المسقط الاول بنسميه سين، المسقط الثاني بنسميه ايه صاد. يبقى تسمع كلمه بيانيا يبقى في المساله هنستخدم حاجتين، جدول ورسمه. الرسمه طبعا بنعمل الشبكه التربيعيه كلنا عارفينها. الاحداثي اللي نايم ده بنسميه الاحداث السيني، واللي واقف ده بنسميه الاحداثي الصادي، وبنرسم الرسمه دي بناء على الجدول اللي عملته الاول. يبقى خلاص يا مستر، جبريا يعني تحليل قانون عام، اما بيانيا هنستخدم في المساله حاجتين، جدول ورسمه. وتعالى مع بعض نروح نتعرف على معادله الدرجه الثانيه وازاي نعرف شكل المنحنى، هل هو مفتوح لاعلى؟ هل المنحنى ده مفتوح لاسفل؟ هل يوجد له قيمه عظمى؟ هل يوجد للمنحنى قيمه صغرى؟ وهنا يا شباب بعد ما عرفنا الفرق بين كلمة جبريا وكلمة بيانيا، تعالى ندرس الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية. احنا عارفين ان الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية ايه هي؟ ألف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم، دي بتساوي صفر. دي الصورة العامة لأي معادلة من الدرجة الثانية. احنا درسنا المعادلة دي في الجزء الأول من الدرس الأول اللي هسيبه لك فيه صندوق الوصف، درسنا المعادلة دي جبريا. إن شاء الله خلال الفيديو ده هندرس المعادلة دي بيانيا. احنا قلنا ايه في الجبري؟ قلنا الف وب وجيم دول عباره عن اعداد حقيقيه، اعداد حقيقيه، حيث الالف ده بيمثل لي معامل السين تربيع، والب بيمثل لي معامل سين اس واحد، والجيم بيمثل لي الحد المطلق. الكلام ده اللي احنا قلناه في حل المعادلات جبريا. طب تعالى نتعرف على الف عن طريق بيانيا. قال لي لو بصيت في المعادله، ولقيت ألف ده عدد موجب، يعني إيه عدد موجب يا مستر؟ يعني أكبر من الصفر، يعني معامل سين تربيع ده هيكون إيه؟ أكبر من الصفر، أنا عارف إن الأكبر من الصفر دول يا مستر الأعداد مين؟ الأعداد الموجبة. يعني بمنتهى البساطة لو كان ألف موجب يعني أكبر من الصفر، قال لي المنحنى هيكون مفتوح لأعلى. يبقى لو معامل سين تربيع كان موجب أكبر من الصفر، المنحنى هيكون مفتوح لإيه؟ لأعلى. يبقى المنحنى هيكون مفتوح، مفتوح لأعلى. المنحنى هيكون مفتوح ليه؟ لأعلى. يبقى لو كانت ألف دي موجبة، معامل سين تربيع موجب، يعني موجب يعني أكبر من الصفر، يبقى المنحنى هيكون إيه؟ مفتوح لأعلى. والحاجة التانية ده شكل المنحنى هيكون مفتوح ليه؟ لأعلى. طب بالنسبة للقيمة عظمى، طب يا مستر لو كانت ألف موجب، هل هتكون قيمة عظمى ولا قيمة صغرى؟ تعالى مع بعض نشوف المنحنى المفتوح لأعلى، الرأس بتاعته وين؟ الرأس يا أستاذ تحت، يبقى ده توجد
قيمة صغرى، توجد قيمة صغرى. ليه يا مستر توجد قيمة صغرى؟ علشان الرأس بتاعت المنحنى تحت. طب يا مستر افرض كان معامل سين تربيع سالب، يعني سالب يعني أصغر من الصفر. لو كان معامل سين تربيع اللي هو اسم ألف سالب، يعني سالب أصغر من الصفر، شكل المنحنى هيكون ايه؟ قال لي المنحنى هيكون مفتوح لأسفل. المنحنى بيكون مفتوح لأسفل. ليه يا مستر مفتوح لأسفل؟ لأن معامل سين تربيع سالب. لو كان معامل سين تربيع سالب يعني أقل من الصفر، المنحنى هيكون مفتوح ليه؟ لأسفل. طب هل يا مستر هيوجد قيمة عظمى ولا قيمة صغرى؟ تعال نشوف المنحنى المفتوح لأسفل، الرأس تحت وين يا مستر؟ فوق، يبقى ده هتوجد قيمة عظمى. توجد ايه؟ توجد قيمة عظمى. وده عرفنا الفرق، توجد قيمة ايه؟ عظمى. يبقى لو كان معامل سين تربيع موجب يا أستاذ، موجب المنحنى هيكون مفتوح ايه؟ لأعلى، والرأس بتاعها تكون تحت، يبقى توجد قيمة صغرى. أما لو كان معامل السين تربيع سالب، عدد سالب، يعني عدد سالب يعني أقل من الصفر، المنحنى هيكون مفتوح ليه؟ لأسفل، والرأس بتاعت المنحنى ده هتكون فوق، يبقى توجد قيمة عظمى. طب يا ما جيم يا مستر بتمثل لي ايه بالنسبة للرسم البياني؟ قال لي جيم دي عبارة عن الجزء المقطوع من محور صاد. تاني، جيم يا مستر في المعادلة الدرجة الثانية بيانيا بتمثل لي الجزء المقطوع من محور صاد. طيب يا مستر لو قال لي جيم أكبر من الصفر موجبا، ركز معايا في الرسمة دي، الرسمة الأولانية دي بالنسبة لجيم، أدي لك جيم يا مستر أهي اللي هي إيه؟ الجزء المقطوع من محور صاد ده، موجب ولا سالب يا مستر؟ والله يا مستر طالما تحت نقطة الأصل يبقى سالب، يبقى جيم في الحالة دي هتكون أصغر من الصفر. تمام. طب افرض يا مستر الجزء المقطوع كان اعلى نقطة الاصل من صاد، يبقى في الحالة دي جيم هتكون موجبة، لان ده الجزء الموجب من محور مين؟ صاد. يبقى في الحالة دي جيم هتكون اكبر من ايه؟ الصفر. وده بالنسبة ان كان الف موجب، معامل سين تربيع موجب، ان كان معامل سين تربيع سالب، وبالنسبة للحد المطلق، الحد المطلق اللي هو الجزء المقطوع من محور صاد. وندخل ناخد مثال على الجزئية دي علشان الفكرة، وهنا ناخد مثال على الفكرة علشان تثبت الفكرة. بيقول لي إذا كان منحنى الدالة التربيعية، يعني عندنا منحنى دالة تربيعية، دال يقطع محور السينات، المنحنى اللي عضي ليه ده يقطع محور السينات في نقطتين، ايه هما النقطتين؟ 2 وصفر وسالب 3 وصفر، فإن مجموعة حل المعادلة دال س بتساوي صفر في ح. أنا قلت لك علشان نجيب الحل بيانيا بنجيب التقاطع مع محور س، يعني بناخد الإحداث السيني اللي هو كام؟ ناخد الإحداث إيه؟ السيني فقط، مش أي إحداث سيني يا أستاذ. قال لي شرط علشان ناخد الإحداث السيني لازم يكون مسقطه الصاد بصفر، لازم يكون مسقطه إيه؟ الصاد بصفر. يبقى على طول مجموعة الحل اللي هو طالبها ميم ح بتساوي المساقط السينية اللي هي 2 والمسقط الثاني اللي هو كام؟ سالب 3. يبقى مجموعة الحل ده بناخد المساقط السينية اللي هي 2 وسالب 3. هنا يا شباب برضو عندنا حاجة مهمة في الدرس ده قبل ما نخش على الرسمة، في حاجة اسمها نقطة رأس المنحنى. بنجيب نقطة رأس المنحنى ازاي؟ يعني بيديني معادلة زي دي، ازاي بمنتهى البساطة اجيب نقطة رأس المنحنى؟ قال لي نقطة رأس المنحنى قانونها ايه يا مستر؟ قال لي المسقط السيني لها ايه؟ سالب ب على 2 ألف، ايه؟ سالب ب على 2 مضروبة في ألف. طيب وبالنسبة للمسقط الصادي ليها؟ المسقط الصادي يا مستر ليها بنجيب دالة سالب ب على 2 ألف. قال لي أنت فاكر يا مستر القانون العام؟ أيوه يا مستر فاكره. قال لي عارف القانون العام؟ علشان تجيب منا نقطة رأس المنحنى قال لي شيل اللي بعد الموجب والسالب، من أول الموجب والسالب شيله، موجب والسالب، أهي يا مستر شلت اللي بعد الموجب أو السالب. يبقى اتفضل معايا إيه؟ سالب ب على 2 ألف هي دي نقطة رأس المنحنى للمسقط السيني، وبعد ما تجيبها إيه؟ المسقط الصادي. طب ناخده مثال عشان نفهم أكتر. بيقول لي أوجد نقطة رأس المنحنى للدال للمعادلة س تربيع ناقص 2 س ناقص ايه؟ 6. انا عاوز ب والف، ب بكام؟ ب اللي هو معامل السين يا مستر، معامل س اس 1 بكام؟ بسالب 2، والف بكام يا مستر؟ معامل س يا مستر اللي هو س تربيع اللي هو بكام؟ ب 1. جبنا الف وب، تعال نجيب المسقط السين لنقطة رأس المنحنى، قال لي سالب ب على 2 الف، خد عكس إشارة ب، عكس السالب 2 موجب 2، على 2 مضروبة في الف، 2 في 1 ب 2، 2 على 2 فيها ايه؟ الواحد. يبقى المسقط السين يا مستر ليها بواحد. تعال نجيب المسقط الصادي، قال لي المسقط الصادي هدالت سالب ب على 2 الف، يعني عاوزين نجيبوا داله الايه؟ الناتج الاقطاعي، داله الواحد. شيل كل س ما تجيب لك وحط واحد، يبقى واحد تربيع ناقص 2 في 1
ناقص 6، يلا كده 1 تربيع بواحد، 1 ناقص 2، 1 لما أشيل منهم 2 سالب 1، سالب 1 و6 وسالب 6 سالب 7، يبقى نقطة رأس المنحنى 1 وسالب 7. وندخل إزاي نحل المعادلة عن طريق الجدول والرسم. قبل يا شباب ما ندخل على الرسم، هم هناخدوا مسألتين على الرسم. قال لي لازم تركز لي في الرسم. إزاي يا مستر؟ قال لي لازم تفرق لي بين كلمة بيانين، احنا خلاص عرفنا بيانياً يعني جدول ورسمة، صح؟ يعني هنعمل في المسألة جدول ورسمة، بس تركز معي لما يقول لك بيانياً وروح أعطيك فترة تعمل منها الجدول. يبقى في الحالة دي ما هنستخدمش إلا الكلمتين جدول ورسمة. طب افرض يا مستر أحياناً في بعض المسائل يقول لك إيه بيانياً وما يديكش الفترة، يبقى في الحالة دي هنزود خطوة، تمام؟ يبقى لما يقول لك بيانيا ويديك الفتره يبقى مش هنعمل الا جدول ومين ورسمه. اما لما يقول لك في بعض المسائل بيانيا وما يديكش هو الفتره انت اللي هتجيبها، يبقى في الحاله دي هنزود خطوه. ايه الخطوه اللي زياده يا مستر؟ قال الخطوه اللي زياده يا مستر هنجيب نقطه راس المنحنى. يبقى اول حاجه نعملها ايه؟ نجيب نقطه راس المنحنى ونتبع خطوتين اللي هم ايه؟ جدول ورسمه، تمام؟ دولة لما يكون بفترة، فترة بيريحني ما بنجيبش إلا الجدول والرسمة. أما لما يديكش الفترة وانت عاوز تجيبها لازم تجيب نقطة رأس المنحنى، يعني هنزود خطوة. وهنا يا شباب هناخد مسألتين على التمثيل البياني، واحدة هجيبها لك لما يكون فيها فترة، والتانية لما إيه ما يجيبش الفترة. ركز معي، بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلة بيانيا. أنا قلت لك أول ما تسمع كلمة بيانيا تذكر حاجتين، الحاجة الأولى جدول، الحاجة التانية ايه؟ رسمة. لو عطاك فترة يبقى هتستخدمش الا الكلمتين دول، ما لو ما عطاكش فترة يبقى هنزود خطوة واحدة هنجيب نقطة رأس المنحنى. طب يا مستر هنا عطيني فترة يبقى مش هنجيب الا الجدول والرسمة، ادي لك الجدول وادي لك ايه؟ رسمتنا. هنا بيقول لي مستعينا بالفترة من كام لكام؟ من سالب 2 ل 4، يبقى تبدأ لي من بداية الفترة، من بداية السالب 2 لغاية ما توصل لكام؟ ل 4، ده ايه؟ السين. يبقى سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 لغاية توصل لنهاية الفترة اللي هي كام؟ 4. يلا نجيبوا دالة السالب 2، دالة ايه؟ السالب 2. كل ما سين يتهب لك في المعادلة شيلها وحط سالب 2، سالب 2 تربيع، التربيع طير السالب، و2 تربيع بكام؟ ب 4، ناقص 2 في سالب 2 في سالب 2. انا قلت لك لما سالب يجي ورا سالب حول الموجب، 2 في 2 ب 4 تبقى زائد 4، ناقص 3. يلا 4 و 4 8 يا استاذ، لما اشيل منهم 3 5. يلا نجيب اللي بعديها، دالة سالب 1، شيل السين وحط سالب 1، التربيع ياكل السالب، و 1 تربيع ب 1، ناقص 2 في سالب 1، لو سالب جوه سالب حول الموجب تبقى زائد 2 في 1 ب 2، ناقص 3، دي بتساوي 1 و 2 3، 3 ناقص 3 0. يلا نجيب دالة الصفر، خلاص دي بصفر ودي بصفر عشان تحتوي على سين، يتفضل معايا السالب ايه؟ السالب 3، تبقى صفر زائد صفر ناقص 3 اللي هي بسالب ايه؟ بسالب 3. يلا نجيب دالة الواحد، 1 تربيع بواحد، ناقص 2 في 1 ب 2 ناقص 3، سالب 2 وسالب 3 سالب 5 وموجب 1 سالب 4، يبقى بسالب 4. نجيب دالة الاثنين، شيل كل سين ما تقابلك في المعادلة وحط 2، 2 تربيع ب 4 ناقص 2 في 2 ب 4 يبقى ناقص 4 ناقص 3. يلا كده 4 ناقص 4 0، يتفضل السالب 3. يلا نجيب دالة 3، 3 تربيع ب 9 ناقص 2 في 3 ناقص 6 ناقص 3، ناقص 6 وناقص 3 يبقى ناقص 9، ناقص 9 مع موجب 9 يدينا ايه؟ 0. تعال نجيب دالة 4، 4 تربيع ب 16 ناقص 2 في 4 ناقص 8 ناقص 3. يلا 16 لما اشيل منهم 8 8، 8 ناقص 3 5. ركز معايا، تعال ننقله الارقام دي، السالب 2 كان قصادها 5 والسالب 1 كان قصادها 0 والصفر كان قصادها السالب 3 والسالب 4 والسالب 3 والصفر والخمسة.
ركز معايا، هتلاحظ في دالة رسم الدالة التربيعية علامة علامة ايه؟ التماثل. يعني أول واحد من فوق بخمسة، ركز في أول واحد من تحت بخمسة، تاني واحد من فوق بصفر، تاني واحد من تحت بصفر، تالت واحد من فوق بسالب تلاتة، تالت واحد من تحت بسالب تلاتة. يعني هنلاحظ عملية التماثل، اللي فوق بيكون زي اللي تحت في الترتيب وفي الأرقام. تمام؟ كده عملنا الجدول. السؤال هنا، لو عاوز نجيب نقطة رأس المنحنى من الجدول بدون رسمة، بس أكيد هنرسم يعني. وركز معي، هتقعد تكنسل من فوق مع حاجات تقصدها تحت. يعني هنا واحد من فوق مع واحد من تحت، الصفر مع الصفر، السالب ثلاثة مع السالب ثلاثة. مين اتفضل معايا في النص؟ رقم في المنتصف، السالب أربعة الصاد يا مستر. السين حطيناها بواحد، والصاد طلعت لي بكام؟ بسالب أربعة. يبقى هي دي اللي تقع في المنتصف، منتصف الجدول، دي بنسميها نقطة رأس المنحنى. يبقى نقطة رأس المنحنى بتساوي ايه؟ واحد وسالب أربعة. طب تعالى نرسم، سالب اتنين على السين وهنطلع فوق بخمسة، سالب اتنين وهنطلع فوق بكام؟ بخمسة، وهنحط نقطة هنا. طب يلا كده، سالب واحد وصفر، هدي لك سالب واحد على السين وصفر، يعني لا نطلع ولا ننزل. طيب صفر وسالب ثلاثة، هدي لك صفر وهنطلع، هنطلع ولا ننزل؟ سالب ثلاثة، يبقى هننزل عند السالب ثلاثة. طيب واحد وسالب أربعة، واحد وهنطلع واحد وسالب أربعة، يبقى هننزل عند السالب إيه؟ أربعة. كده واحد وسالب أربعة. يلا كده اتنين وسالب ثلاثة، اتنين وسالب ثلاثة، يعني هنا ثلاثة وصفر، ثلاثة وصفر، يعني اللي هنطلع ولا ننزل. أربعة وخمسة، أربعة ونطلع وين؟ ونطلع قصاد الخمسة. يلا نوصل باستخدام اليد، أو هتعمل بالمسطرة كده. مجموعة الحل ليه يا مستر؟ قال لي مجموعة الحل علشان أجيبها بقالي، أشوف المنحنى قطع محور سين فين. والله يا مستر قطع محور سين في النقطة ثلاثة والنقطة سالب واحد، ده بيمثل لي مجموعة الحل. يبقى مجموعة الحل بشوف إن المنحنى لم السين في إيه، يبقى مجموعة الحل يا مستر ميم ح بتساوي ثلاثة وسالب إيه وسالب واحد، دي النقاط اللي لمسها محور السين. طب معادلة محور التماثل يا أستاذ، معادلة محور التماثل يعني المعادلة اللي بتقسم لي الشكل إلى نصين. لو قسمنا، جينا من الرأس هنا وعملنا خط كده، ده الخط ده هيقسم لي الشكل نصين. يبقى قطع سين عند مين؟ عند الواحد. يبقى معادلة محور التماثل سين بتساوي ايه؟ واحد. دي ايه؟ معادلة محور التماثل. او تجيبها من نقطة رأس المنحنى تاخد المسقط السيني، سين بكام؟ سين بتساوي واحد، دي بنسميها معادلة محور التماثل. وتعالى ناخد مثال كمان بدون فترة. هنا يا مستر ناخد مسألة ما عطينيش فيها فترة، بيقول لي اوجد مجموعة الحل بيانيا. قلنا بيانيا بدون فترة هتزيد خطوة. ايه هي الخطوة؟ هنجيب اول حاجة نقطة رأس المنحنى، دي اول خطوة. تاني خطوة ننزل الخطوتين زي ما هم ايه بتوع الفترة، جدول ورسم. ثلاث حاجات، هنجيب نقطة رأس المنحنى علشان ما عطينيش فترة، لو عطيني فترة كان ريحني كنت اشتغلت على طول جدول وايه ورسمة. طالما ما فيش فترة هنزود نقطة رأس المنحنى. يبقى هنجيب أول حاجة نقطة رأس المنحنى، تاني حاجة الجدول، تالت حاجة ايه؟ نرسم ونجيب التقاطع مع محور سين. أنا هجيب لك نقطة رأس المنحنى وأحددها ليك وأعرفك ازاي تجيب الجدول، هسيب لك الباقي ايه؟ واجب. يلا نجيب نقطة رأس المنحنى، مسقطها السيني خلاص عرفنا، سالب ب على 2 ألف، ده مسقطها السيني. طب يلا نجيب ألف، ألف بكام؟ معامل سين تربيع بسالب 2. طيب ب ب معامل سين أس 1 اللي هو بسالب 4. عوض في القانون يلا، عكس ب، الب بسالب 4، عكس السالب 4 موجب 4، على 2 في ألف، ألف بكام؟ سالب 2، يبقى 2 في سالب 2. 4 على 2 في سالب 2 بسالب 4، 4 سالب 4 فيها السالب 1، يبقى المسقط السيني بسالب 1. المسقط السالب الصادي بنجيب دالة سالب ب على 2 ألف اللي هي طلعت بكام؟ بسالب واحد، يعني هنجيب دالة السالب واحد. شيل كل سين في المعادلة وحط ايه؟ سالب واحد. سالب واحد تربيع، التربيع ياكل السالب، واحد تربيع بواحد. سالب 2 في واحد بسالب 2. هنشيل السين أس واحد ونحط مكانها ايه؟ سالب واحد، تبقى سالب واحد في سالب أربعة بموجب أربعة، تبقى زائد أربعة، وننزل الواحد زي ما هو زائد ايه؟ واحد. أربعة واحد كام؟ خمسة. خمسة يا أستاذ لما أشيل منهم اتنين تلاتة، يبقى المسقط السين بسالب واحد والمسقط الصادي بتلاتة،
يبقى معادين نقطة رأس ايه؟ المنحنى. معادلة محور التماثل بناخد ايه؟ المسقط السيني لنقطة رأس المنحنى اللي هو بسالب ايه؟ بسالب واحد. اجي في منتصف الجدول ادي لك في المنتصف اتنين قبلي واتنين ايه؟ بعدي، واكتب ايه؟ النقطة دي مسقطها السيني بسالب واحد، مسقطها الصادي بكام؟ بتلاتة. كده نقطة رأس المنحنى، واختار قيمتين قبل السالب واحد وقيمتين بعد ايه؟ السالب واحد. اللي قبل السالب واحد مباشرة مين؟ الصفر. اللي قبل الصفر مباشرة مين؟ الواحد. واللي بعد السالب واحد سالب اتنين، اللي بعد السالب اتنين سالب تلاتة. وبكده انا نقدر نجيب قيم الصاد بمنتهى البساطة. وده هسيب لك الجدول تكمله واجب، وتسيب لك الرسمة واجب. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في الجروبات اللي احنا بنذاكر عليها، دروس رياضيات ماس اونلاين وصفحة تينا رياضيات اونلاين والخوارزمي على الفيسبوك. وما تنساش ان شاء الله هنزود تقريبا حلقة في الاسبوع، هتبقى برضو يوم سبت وثلاث وجمعة الساعة 7 ان شاء الله بإذن الله تعالى. كان معكم استاذ عماد يسري، والسلام عليكم ورحمة الله.